انتمت للسيستم هذا ولم تعتذر عن انتمائها لي وكانت تحكم بالشيء هذا أنها تنقض ما قامت به وما تعتذر لم تعتذر عنه. مراد بس خلينا نوضح للناس حاجة، أراه في السياسة فما ديما في العالم هذا فما ما يسمى بالأوف. إيش معنى بالأوف؟ معنى الكلام اللي قالته سامي عبو، الكلام اللي قاله بشر الشابي هو كلام أوف، يعني كان نمشي ونوصل سارق الباب الدار لا يحاسبون عليه، لأنه إذا كان نحلوا الميكروات متاع السياسيين متاع تونس الكل شنو هو يقولوا في بعضهم توقبل في هذا لا فرقة لا ثورة بعد ثورة ولا قبل ثورة نسكل كان نحل الميكروات ونقول شنو هو يتقال تو راهي النظرة متاع الناس تتغير تماما. دونك المحاسبة هذه فيها وعليها، ولو التسجيل هذا صار تحت قبة البرلمان في إطار عملت على لجنة برلمانية، دونك نورمالمون سامي عبو ومن معه يعرف لي ديما فما ميكرو محلول وكاميرا محلولة. دونك خلي ما نحاسبوش الناس بنفس الحدة، لكن نفس الكلام لو كان صدر عند أي رجل سياسة أو امرأة سياسية أخرى ما يكونلوش نفس الواقع. علاش؟ لأنه سامي عبو مثلت ولا تزال تمثل بالنسبة لبرشة توانسة نوع من الرمز متاع النزاهة متاع التعفف على ما يسمى الكومبيناتسيوني، معنى متاع أكل التلفيق متاع اللفق لك وتلفق. هنا فمت لا سامي أغزب شو واحد ياخو حقه، لم تتحدث عن تلفيق، قالت عندها دوسيات اجبدوهم لها قدام الرأي العام كل مرة. الإحساس لا. العام الإحساس للي يتفرج في الفيديو هي أني هي جزء بشوية من التردد ولكنها جزء من عملية تهدف لا إلى المحاربة السياسية العبير موسي وإنها المحاربة خلي نقوله تحت الطاولة ضربة تحت السنتورة كما يقولوا في البوكس. وبالتالي فأنه الصورة متاع سامي عبو بعد العملية هذه مهزوزة وهذا لا شك فيه، وحتى الاعتذار متاعها هي تسألت على كلمة مرتزقة حتى الاعتذار متاعها يبدو لي ما كانش في المستوى، كانت تجم تقول نعتذر يا سيدي نعتذر اعتذرت فقلت على كلمة كلب. يا أخوي نعتذر على هذا الكل، أنا ما نحبش نتحالف مع حتى حد باش نطيح منافس سياسي آخر بالطريقة هذه، أنا باش نغلب عبير موسي بالعمل السياسي وبالفكرة ضد الفكر. هذا ما عملتوش، بعدت شوية على الصورة اعتذرت على كلمة كلب والباقي قالت لك أنا أتحمل مسؤوليتي، هي مرتزقة هي كذا هي كذا. في الوقت هذا حسب رأيي وكي تشوف شوية وين مشيت الحكاية كان من الأفضل أنك تعمل اعتذار 180 درجة. هبش نجيك باش نكمل الفكرة ونوني نقول فقط للناس الكل اللي هما قاسين جدا مع سامي عبو أنا منهم، أنه راه يلزمك تكون بنفس القساوة مع كل التجاوزات اللفظية نتاع الناس الكل بما فيهم مدام عبير موسي اللي هي في ميدان التجاوزات اللفظية ما يقدها حد تقريبا من اللي بدأ الموسم البرلماني عملتها التجاوزات هذية، اليوم هي في موقع الضحية نوعا ما دونك فما تعاطف معها، ولكن بربي نكونوا قاسين مع الناس الكل. لا نكونوا اوكي موضوعيين، اما الكلام هذايا كما قلت انت اوف، ولكن كان بيسك وصل للعلن معناه الكلام ينجم يسمع حد ما يعجب حتى حد كلبه ومسخه وغيره وكذا، مش هذا المستوى اللي نطمحوا له. ولكن كما سالت برهان على هل من حقها وهي انتمت للسيستم ولم تعتذر كذا، هل من حقها وهي اشهر وتحكي في كل العبارات وتوجه كل التهم لكل النواب تقريبا انه كي تسمع هذا تحكي على اخلاق الحياه السياسيه اليوم عبير موسى يا ولدي من حقها تروح في السياسه هي تمركي في البنتوات تمركي البنتوات موضوع اما نحكي هل جيتها على طبق. خلينا نسمعوا الاخبار الاولاد كلكم تحبوا تحكيوا ونرجعوا في الساعه الثانيه ناخذ رايكم في الموضوع زياد الناصر البرنس ولا سندريلا رثمك حتى للتسعه ونص ما تبعدوش.